السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم حرشه سائلين اللي غادي اولا الحرشه السائله اللي غادي نحتاجو في هذه المقادير. غادي نعبرها لكم هي بالكاس لانكم باش تضبطوها نيشان وتجيكم سهله، وعبر ديال كاس عنبه او لا كاس ديال الشاي. في هذه المقادير غادي نحتاجو هنايا جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، انا كنخدم الفينو، وعندي هنايا واحد جوج كيسان ديال الحليب اللي غادي يكونوا على درجه الحراره المطبخ دافين شويه، او لما كانوش دافين دفوهم راح نغيزه في البوطه في كاسرونه. كنحتاجو هنايا نص كاس ديال الزيت، وهنايا كي قلت لكم الفينو الرقيق جوج كيسان، نص كاس الزيت، جوج كيسان ديال الحليب دافي. عندنا هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، ديال اي زبده متوفره عندك. عندنا معلقه صغيره ديال الملح، كذلك عندي واحد المعلقه ما عمرهاش كبيره ديال السكر سنيده، وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، وكذلك واحد الخنيشه ديال 7 غرام اولا 8 غرام ديال الخميره ديال الكيماويه. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ السميده جوج كيسان اولا 250 على حسب اللي بغيتو. غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف هنا الملحة، وغادي نضيف الزبدة، ونرمل هذا الشيء. غادي نضيف الخميرات بجوج، هي بريو الصبع عندنا كنصوبو هاد الحرشة هادي. كنبدا دابا كنضيف في الحليب، غادي نضيف الحليب كامل، وغادي نحرك. صافي هي وجدت. دابا غادي نغطيها فيلم اليمونتير وغادي نخليها تخمر واحد 20 دقيقه، من بعد ونرجع لكم باش نكملوا عاوتاني كيفاش نطيبوها. هنا وليت درت الثانيه في المقله الصغيره، من الاحسن كتكون المقله صغيره احسن. ها نتوما شفتوها كيفاش كتجي. دابا غادي منين قلت لكم غادي كتنشفلها هذا الزيت هادي من الجناب، كتعرفوا انها طابت، وغادي تقلبوها وانا غنقلبها معكم. هنايا ها نتوما شفتوا الزيت اللي دام ولا الزبده كيفاش هذا، كتجيبوا لهذا الحرف هذا وكتدوروا يديكم هكذا. المقله كتدور لي بهذا الشكل. ها نتوما شفتوا كي كدير كتشق الى قصتيها بشي بلاصه. انا غادي نقلبها ما ضروري قلبتها، لان الكاميرا قبطها في يدي، ما نقلبها قدامكم ماشي مشكل نكملها لكم. يخص كي كيقولوا يد وحده ما كتصفقش، خصها تكون هكذا. صافي نتوما شفتوها كيفاش كتجي، كتجي رائعه، ولكن انا قلت لكم طبع المهل وفي مقله صغيره تكونش كتلصق المقله. وان شاء الله نتلاقى مع الشيف النهائي. صافي هنا بعد ما درت 20 دقيقه غنفتحوا عليها ونحركوا الخليط. هانتوما شفتوا الخليط كيقد راسو. دابا انا غادي نرد المقله، هذه مقله راني رديتها كتسخن. دابا غادي نضيف عليها واحد شويه ديال الزبده اولا الزيت على حسب اللي بغيتو نتوما، دوب ليا باش نبقى نقلي فيهم. وغادي نهز مغرفه من هذا الخليط وغادي نديرو هنايا. صافي هنايا الزبده دابت لي، غادي نهز واحد المغرفه كي قلت لكم، وغادي نضيفها هنا مباشره في الكسرونه ونبقى نقادد. بغيتوها كبيره ديروها، بغيتوها صغيره على حسب نتوما شنو بغيتو. هاي دي دابا كطيب، غادي نخليها انا طيب على المهل حتى طيب تقبط راسها، ديك الساعات غادي نقلبها. ها نتوما شفتوها هنايا،
راه نشفات يعني من اليدين ديالها. دابا غادي نقلبها. انا هنايا راني كنصوب هنا واحد الحرشه بالبلديه ديال الدار. لا بغيتوها غادي ننزل لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. انا هنا كندير الروميين. دابا غادي نقلب الحرشه. انا هنا قلبتها شي شويه، راه علاش حطيت الكاميرا باش نقلبها بجوج بالات يعني جوج من هادو باش تقلب ليا. من الاحسن ديروها صغيره، نعطيكم نصيحه باش ما تعدوش نتوما، لان ملي كتجي تهزيها كيخصك بعدا دوزي البالة من الجناب مزيان حتى كتقلع. ملي كتجي تهزيها كتكون كبيره كتبغي تهرس، وانما نصيحتي انكم ما ديروهاش كبيره، ديروها صغيره من الاحسن، حيت انا المقله ديالي اخرى صغيره خصني، راكم كتعرفوا الوليدات كرطوها وانا خصني نشري وحده صغيره على قدها. دابا غادي نبقى مستمره على هذه الطريقه هذه حتى نكملهم بجوج، وان شاء الله نتفقوا ونطلعكم مع الشكل النهائي ديالهم. ضروري البوطه تكون مهيله باش تطيب هذه الحرشه ديالنا. صافي هادو هما الحريشات ديالنا الروميين، وهذه الحرشه اللي قدمت قدامكم اللي غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو. هادي كنخدموهم بالحليب، وهادي خدمتها غير بالمدافي وكتجي على هذا الشكل هذا. هادو بلديان وهادو روميين، كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، وكنشكركم على المتابعه، وما تنساوش لي جيم لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.